السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتنا شيوا في دقائق. وشيوتنا اليوم هما لكريب تركيين أو لكريب تورك أو الفطائر التركية، كل واحد كيفاش كيسميهم. كيجيوا خطيرين ومعمرين، أنا معمراهم بالفوماج وبالكفتة والخضر بواحد الطريقة سهلة وبسيطة. كيجيوا واعرين وكينفعونيت في هاد رمضان. هاد الفطائر التركية رائعة جدا جدا وكنصحكم بها. ديروا اشتراك في قناتنا ما تنساوناش، وديروا كذلك لايك باش ان شاء الله ندير لكم فيديوهات زوينين. دابا نمشيو للمقادير ديالنا. كنحتاجو 500 غرام ديال الطحين الدقيق الابيض، هنا الخميرة مع واحد المعلقة تاع سنيدة، معلقة كبيرة ديال الخميرة مع معلقة سنيدة مع شوية الحليب دافي. خليتهم تتفاعلوا وزدتهم على الطحين تاعنا. هنا واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة كذلك، خلطتهم مزيان عتاني مع الطحين ديالي. وعاد دابا غادي نضيف قبيصة ديال الملح، وهذا باش كيتعجن بالحليب دافي. دفيت الحليب ديالي ودابا غادي نبدا نعجن فيه. يعني كل واحد شحال يحتاج، تقدروا تحتاجوا 250 مللتر او اكثر. المهم انا نوريكم كيفاش العجين تاعي غادي يولي في الاخر باش تعرفوا يعني شحال تحتاجوا بالضبط ديال الحليب. صراحه كتجي هشيشه. البنات نصيحه، ما تحاولوش تعجنوها بشي حاجه من غير الحليب، حيت ما غاديش تصدق لكم العجينه ما تجي زوينه. هي العجينه تاعي واجده، يعني ما مرخوفاش وما قاصحاش بين وبين. خليتها تتخمر ومن بعد غادي نرجع ليها باش نستخدمها. دابا غادي نمشيو للعماره ديالنا. حطيت في مقيله الزيت تاعي تسخن، من بعد في الهاشوار درت البصله تولات بحال هكا، وحطيتها تسوطى فوق الغاز ديالي، ويعني بقيت كنحرك فيها ولات عندي شفافه كيف ما كتشوفوا في الفيديو. يعني ناس عندي شفافة دخلها الطياب، ودابا ضفت عليها الفلفلة مقطعة خضرة وكذلك الفلفل الأحمر مقطع طريفات صغار. هاد الفلفلة راكم عارفين غالية، دايرة 25 درهم اليوم وأنا كنصور لكم. أنا صراحة كنت واخدها قبل رمضان ومقطعة طريفات ومقنجليها، ورا كنت مخلية لكم طريقة ديال التفريزات في القناة تاعي الأخرى. كيف ما كتشوفوا هذا هو يعني الشكل كيفاش ولات. نزلت عليها البزار بعد ما بدا شويه كيدخلها سميتو طياب. نزلت عليها الفرماج مدخن، هذا اختياري، وكذلك العطريه ديال الدجاج وكذلك اختياريه. وزدت عليها قبسه ديال الملحه. اللي ما عندوش الفرماج مدخن وعطريه الدجاج يدير غير البزار والملحه فقط. البنات التعميره ديال اي حاجه كنديروا غير البزار والملحه فقط، ما كنزيدوا لا تحميره لا خرقهم لا سكينجبير. هنا زدت الكفته ديالي، كانت في الفريغو صراحه تانيشان، بركت كنخلطها مع الفلفله ومع البصله بديك العطريه ديالهم باش يدخل مع الدجاج، باش عفوا باش يدخل معها يعني العطريه ديالها. كيف ما كتشوفوا بقيت كنخلط فيها بشويه بشويه تدخلها العطريه. الا عندكم عطريه تاع الدجاج ممكن تضيفوها دابا او في الاول عادي، ولكن اهم حاجه يكون عندكم غير البزار والملحه، يعني هادو هما الاساسيين. نزلت عليها الربيع وكذلك راه في التفريزات وريتكم كيفاش كنكونجلي الربيع. الا بغيتوا الطريقه راه نخلي لكم ليان في صندوق الوصف. هنا كانت التعميرة تاعي يعني طابت تقريبا، فقررت هنايا زدت عليها الفرماج، واحد المعلقة تاع الفرماج، وبقيت كنخلط فيها كيف ما كتشوفوا. هذيك المعلقه اللي ضفت قبيلات راه ديال الصلصه الحاره البنات، حيت نسيت صراحه ما قلتهاش لكم، بقيت كنهضر ونسيت ما ركزتش مع الفيديو. هذيك المعلقه راه ديال الصلصه الحاره باش كيجي تعميره حاره، راه كتجي فيها واحد البنه ما كتشبعيش من داك الكريب التركي، كتبغي تبقاي غير تاكلي فيه صراحه. كنتمنى هاد الوصفه تاع الكريب التركي او فطائر التركيه تكون عجبكم ان شاء الله وتجربوها. هذه هي التعميره، كانت واجده عتي تعلكات مع هذاك الفرماج المتلت، تعلكات مزيان. دابا كنخليها تبرد، من بعد ما كتبرد كنمشيو نقادو العجينه تاعنا كيف ما غادي تشوفوا معايا. دابا هنا العجينه كانت خمرات،
صراحه كيف ما كتشوفوا راه العجينه ما كتكونش مرخوفه، راه شاده في راسها. بلانطو دغافاي ديالي كان رش الدقيق وكنبدا نقسم في العجين تاعي كيف ما هتشوفوا، كل واحد شحال يخرج ليه. انا صراحه يعني كنبغيهم شويه كبار، كل واحد شنو كتخرج لي. نورمالمون هادي الا درتيهم شويه صغار تخرج لك 10 ديال لي كريب، الا درتيهم كبار راه ما تخرج لك 10، غتخرج لك غير 8. ممكن نزيدو الدقيق بحال انا زدت الدقيق باش نديرها بكميه اكبر، وكنسرحها كنبسطها فوق البلون دو طرافاي ديالي بهذه الطريقه. صراحه هادو راه على ما اظن شي 6 سنين او 7 سنين وانا كنعتمدهم، رائعين. ولا شوف الافطار ديال الاتراك راه لابد كيحطوهم. باش كنسرحها بهذه الطريقه، دابا كيجي وقت انني نحط التعميره. التعميره تكون بارده، راه بردات، انا راه حتى بردات، عاد بديت كنعمر في هذا الشيء. انا كنسد على التعميره ديالي، الا بغيتو تضيفوا الفرماج حمار ممكن تضيفوه، وكنسدها بالفورشيت كيف ما كتشوفوا. الدقيق البنات راه غير شويه ديال الدقيق اللي كرشوا على البلون دو طرافاي، ما تكثروش باش تبقى هي فاش تلصقيها تسديها تشد في راسها، ما تضطريش انك ديري الماء او البيض او اي حاجه. وكنسدوها عادي بالفورشيت ديالنا، كنكملوا باقي لي كريب ديالنا كاملين. هنا في مقيله كندير واحد زويته باش نبدا نطيب لي كريب تاعي، كنحمرهم. انا صراحه راه المقيله عاديه اللي طيبت فيها وحمرت، وكان على نار مهيله ناقصه، يعني كنحمرو من هاد الجهه ونعاود نحمر من هاد الجهه. تشوفوني حتى كنوقفها باش تحمر ليا حتى هذاك الجناب ديالها، كنبقى بحال هكا حتى تيطيبوا ليا لي كريب ديالي كاملين ان شاء الله. هاد الوصفه تجربوها وغادي تدعوا معايا بزاف، حيت كتذوقوها ما كتشبعوش، كتبغيوها تبقاو تاكلوا فيها، راه كتجي خطيره ورائعه ولذيذه لذيذه بزاف. فطائر تركيين او كريب تركي رائع، هذا راه معتمد في رمضان. كنتمنى انكم تشاركوا هذا الفيديو مع احبابكم في هذا رمضان، ما تنسوناش من الاعجاب والتعليق، وديروا لي كذلك ابوني او تشاركوا معي في القناه، وتضغطوا على الجرس البنات اللي باغين فيديوهاتي كاملين يوصلوكم، ضغطوا عفاكم على الجرس. وهكا كيكون الفيديو تاعنا سالا، نتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. هنا قسمت لي كريب، انتم راه داوين على راسهم، شوفوا كي دايرين من الداخل، ما شاء الله كيجيو رائعين رائعين رائعين. فطوركم مبروك، رمضان مبارك، وفي امان الله.